وللحديث عن أحوال النازحين في العراق واستمرار الانتهاكات ضدهم، لا سيما مع قرار إغلاق مخيمات جديدة، معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كما تعرف، وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت نيتها إغلاق مخيم الجدعة 5 بالموصل نهاية هذا الشهر. كيف يمكن قراءة هذا القرار، ولا سيما أن البنية التحتية، يعني هل هي مهيئة بالفعل لاستقبال نازحي الموصل أم لا؟ حقيقة هو إغلاق المخيمات، لأنه أغلب المخيمات الموجودة بالعراق هي مخيمات سيئة وغير صالحة لسكنة البشر فيها، ولكن الحكومة العراقية يجب عليها أن تنفذ أمور أخرى حتى يتمكن المواطنين من العيش في أماكنهم وفي مواقعهم الأصلية. إذا وفرت الحكومة لهذه المجاميع البشرية الكبيرة سكنا وأمورا أخرى تتعلق بالمعيشة اليومية للسكان، لا توجد هنالك اعتراض من المنظمات الحقوقية بخصوص ما يحدث بالعراق. ولكن احنا نعلم جيدا ان الحكومة العراقية لحد هذه اللحظة لم تبدأ ببناء مشاريع معينة لإقامة المواطنين، ليست فقط السكن، وإنما هنالك سكن والمدارس والمسائل الصحية والمسائل الأخرى التي تتعلق بعيش البشر، ومن ضمنها الأكل والشرب وكل شيء، لأنه في المخيمات بغض النظر أنه الحاجة كانت قليلة وضعيفة جدا في هذه المخيمات، ولكن المواطنين يعني يقدر أن يعيش في هذه بسوء سيئة. لكن حتى هذه السوء السيئة تريد الحكومة العراقية أن ترفع أيديها من المخيمات وتجبر الساكنين في المخيمات من الرحيل من المخيمات بعدم بناء بنية تحتية لإقامة المواطنين في هذه المناطق النازحين منها، إذا كانوا في الموصل وإذا كانوا في الرمادي أو في مناطق أخرى من العراق. حقيقة أن الحكومة العراقية تخلت عن كل مسائلها الإنسانية اتجاه المواطنين العراقيين. نعم، لكن إذا كانت الوزارة تريد إعادة النازحين بهذا الشكل السريع، لماذا لم تقم الحكومة بحماية السكان في المقدادية الذين اضطروا للنزوح بعد مجزرة ارتكبتها الميليشيات في عدة قرى بالمقدادية؟ حقيقة ما حدث في المقدادية وفي القرى الموجودة هناك هي عملية إجرامية بحق المواطنين الموجودين بإجبارهم على النزوح بقوة وبالإكراه وقتل ما قتله وتهجير ما تهجيره، وأتم حرق حتى المنازل وممتلكات المواطنين. الحكومة العراقية عليها واجب إنساني وواجب اجتماعي أمام المجتمع الدولي بحماية المواطنين في هذه الأماكن، يعني في القرى. ولكن الحكومة العراقية هي تقول احنا لا نتمكن من حماية المواطنين، وهذه باعترافات رسمية من القوة الأمنية والقوة العسكرية المتواجدة بالمناطق، يعني سلمت الأمور المواطنين بأيدي الميليشيات لتسميها الحكومة الميليشيات المنفلتة، ونحن نقول هذه الميليشيات المنفلتة هي تابعة إلى قوة إيران، وهي التي تتحكم بهذه المناطق، وهو التبديل الديمغرافي الموجود في هذه المناطق وإبدال السكن الأصليين بسكنة جدد وأغلبهم من الإيرانيين. هذه حقيقة حدثت في العراق وفي مناطق ديالة. إذن هو ليس حلا للمشكلة، إنما هو يعني إعادة تدوير للمشكلة. وهذا يطرح سؤال آخر في الحقيقة أستاذ ضياء، لماذا يراد التضييق على السكان في العراق عبر الإعادة القسرية واستمرار أزمة النزوح في المقابل، لمصلحة من يجري هذا مع إطلاق يد الميليشيات في العراق؟ هذا يحدث ببرنامج معين من إيران، حقيقة لتوسيع إيران وتوسيع نفوذ إيران
بإجبار النازحين الأصليين من هذه المناطق وإسكانها بالسكان غير العراقيين بهذه المناطق. إذن العملية هي العملية مدروسة من قبل الميليشيات ومن قبل الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية هي مكتوفة الأيدي أمام الميليشيات. يعني العملية هي ليست عملية قانونية حقوقية بحتة، لا يمكن التجاوز عليها. هم يتوقعون أنه أمام المجتمع الدولي باعترافاتهم الرسمية من قبل الوزارات الموجودة المعنية العراقية بتقول إحنا لا نتمكن من حماية المواطنين، وهذه يريدون أن يبرئون ذمتهم أمام المجتمع الدولي. نحن نقول لهم تبرئتكم من هذه العملية الإجرامية لا يمكن أن تتم، وتخلون عن واجبكم الوطني أمام المواطنين. نعم. أمام مواطنيكم. نعم. يعني ليست مواطنين من أي مكان آخر، وإنما مواطنين ساكنين في هذه القرى والأرياء. يعني الحكومة العراقية تريد تبرئ نفسها أمام المجتمع الدولي، إحنا غير قادرين. ولهذا السبب أنه هذه الميليشيات المنفلتة هي التي تعمل. الميليشيات المنفلتة أكو جيش وأكو شرطة وأكو أمن وأكو كل يؤكد ما تفضلت به أستاذ ضياء، ما كشف عنه المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان، والذي نقل إفادات مروعة حول حادثة اقتحام ميليشيا مسلحة قرية نهر الإمام في محافظة ديالى. وكان يعني كانت الشهادات في الحقيقة تدعو لكثير من يعني التساؤل حول هذا الإجرام بحق السكان هناك. وهذه الشهادات على الرغم من وجودها شهادات حية بالمناسبة، لكن هناك استمرار لإفلات الجناة من العقاب بالوقت الحاضر. صحيح، ولكن هذه الأفلام التي صورت من قبل الناس مختصين بهذا الموضوع وأحدثت المقابلات مع شخصيات عراقية مواطنين في جميع أنحاء العراق وخاصة في المقدادية، أتت إحصائية كاملة عن عدد السكان النازحين وعدد المتضررين من هذه الأماكن من القرى. يعني نحن نذكر قرية الإمام، ولكن القرى المتجاورة أيضا متضررة من العملية النزوح لسبب المذهب الذي ينتمون إليه. يعني هنالك عملية استيطانية مبرمجة. أنا شخصيا تحدثت مع أحد المختصين بالنفوس بدائرة النفوس، وقال لي أنه 4000 جنسية منحت إلى ناس هم غير عراقيين ولا يملكون أي وثيقة عراقية، وإنما منحوا وبموافقة الحكومة العراقية وبضغط من السياسيين العراقيين. وهذه المجاميع السياسية التي تنتمي انتماء آخر وليس الانتماء إلى الشعب العراقي، يعني حقيقة هذه عملية إجرامية تقوم بها الحكومة العراقية ودائرة النفوذ في المقدادية وفي واسط أيضا. هذه العملية احنا نتابع هذا الأمر ودونا هذا الأمر، وعندنا ملفات كافية عن الجرائم التي ارتكبت من قبل الميليشيات وبمساندة الحكومة العراقية. نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.